السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، بونسوار، أزل في اللون، أهلا وسهلا بالجميع. مرسي aux auditeurs. Donc nous sommes en parallèle sur la page Facebook, la page perso تاعي et sur YouTube. Bon, ما le sérieux bien sûr ما بقاش. Bon, كاينه une partie sérieux تاع اليوم l'émission. Comme promis la dernière fois, on va parler de état de droit, démocratie, Occident et l'Algérie. يعني نحكيوا على دولة القانون، على مفهوم الديمقراطية، على الغرب، هذا الديمقراطية هذا كي نسميوه حنايا اللي هو اللي ماشي ديمقراطية عندنا اللي هو الغرب، دونك اوروبا والامريكان اكسترا وبعض الدول تاع اوروبا الشمالية، وبيان سور الوضع نتاعنا حنا كمجتمع. بيان سور نكومباريو لي سيستيم اون كالك سورت. بصح اليوم نبداوها اخوتي براح، وين راح البراح تاعنا ويبرشق دركا، حط فيها البرشيقه تاع 300 مليون دو دولار الجيراننا. بون جيون في نضحك، جي با اونفي نتغشش باسكو ما فات، ما عندهاش معنى. داير جو لاسري مسي احمد بوعكاز وز اكسبليكي ا بوبري واش نقدروا نديروا 300 مليون دو دولار دو كريدي سي فولي دراهم. مي هذه هي سقسيو البراحه خاوتي وين راح دركا، خافوا على دراهمكم كش نهار تيرهنكم بكل ويبرح فيكم في كاش ديسكوتيك. يعني والله يعني تحريشه ولات تمسخيره، يعني شعب كامل يتفرج، شعب كامل غارق في المشاكل. ترانسبور سكولير ما عندناش الاولاد في المناطق النائيه وحتى في المناطق الغير نائيه، وسيدي برشق. يعني هذا هو كيما الفاز هذا اللي عقب الويكاند نتاعو في لي ديسكوتيك وفاميلتو ضايعين شرب بنو صباطو قشو مقطع كارطابلو مطربق، وهو مع الشطاحات في لي ديسكوتيك يبرشق. هذه هي انا بور مو سي اون انيام ايميلياسيون، احتقار للشعب الجزائري الوضعيه تاعو. نقول لكم حاجه واحده برك، اما انا لهذا الشعب ان يستيقظ، اما انا لهذا الشعب ان يستيقظ، اما انا لهذا الشعب ان يستيقظ، باش الناس تفهم ونمد بلوس دو ان بو بلوس دو ديتاي. احمد دي لايتي جينيراليست، الى توشي ا بليزيور سيكتور، قاس مجالات بزاف. حنا عندنا مشكل نتاع الحليب، اون بيان داكور كي نقولوا الحليب، عندنا مشكل تاع الحليب تاع الزبده تاع مشتقات الحليب تاع توسكو فولي داكور صح. ما عليناش، لما تكون عندنا 300 مليون دولار كاش فلو، يعني دراهم حاضره واجده كابابل داتر ان غارونتي ولا ان مطلع دو غارونتي دو كريدي ولا ان كريدي تاع صح، صافوزير نقدروا نريكوبيريو سور لو مارشي في الاسواق العالميه ضرب خمسة، يعني ان افي دو لوفي تاع فوا 5. هذا بدون الاستعانة بشراكات. مثلا نوضعوا السيناريو هذا، لو كان خلقنا مثلا لو او كوميساريا او ديفلوبمون دو لاغريكولتور اي دو لاغرو اليمونتير، يعني المستشارية العليا ولا المحافظة العليا لتطوير الزراعة والصناعات الزراعية، لأن الحليب يعتبر من الصناعات الزراعية. 300 مليون نعملو أنا أبل ضفر انترناسيونال، يعني كيف يقولوا أنا أبل ضفر بالعربية الله ما على بالي. المهم إعلان هذاك تاع الشركات مناقصة، فوالا مناقصة دولية، الشركات متمكنة من تقنيات تربية المواشي وتطوير المواشي واستخلاص المواد الحيوانية، منهم الحليب، الكوير، الجلد، اكسترا اكسترا اكسترا. نقدر نقول لكم باللي أبو في خلال 3 سنوات يكون عندنا الاكتفاء الذاتي من الحليب ومشتقاته،
ونلبي معظم حاجيتنا من اللحوم الحمراء. علاش؟ لأن الأراضي نتاعنا تسمح بالتربية الواسعة، التربية انتنسيف، الكليما تاعنا يسمح سيرتو في ليو بلاطو، نو نافون با بوزون دو بوكو دانفراستركتور كيما لي بيي فروا، اي اون بو برودوير دو لونسيلاج ا بروفوزيون. C'est-à-dire pour l'aliment de bétail, on peut produire de l'ensilage en profusion et on peut عندنا مناطق شاسعه سهبيه تقدر هي في حد ذاتها تكون مناطق رعاويه نقوموا احنا بزرع ce qu'on appelle les plantes اللي يدخلوا دور الاطار l'alimentation du bétail. La luzerne et compagnie. بون نهضر بالعقل باسكو شويه عيان. وي لا تونيزي خط احمر، لا تونيزي الي دونجوروس بور لالجيري سي جامي تميل. بصح لا تونيزي انا كي نحب نعاون لا تونيزي ماشي افيك ان كريدي هي تدبر راسها فيه، لانه لا تونيزي حاليا الوضع السياسي تاعها ما يسمحلهاش انها تكون تستعمل حتى بطريقه عقلانيه الامكانيات الماديه اللي عندها. كي نحب نعاون لا تونيزي نعاونها سور دي بروبليم دو كوميرس انترن بين الجزائر وتونس، نعاونها نسمح للشركات التونسية أنها تستالي في الجزائر وتكون عندها تخفيضات وتسهيلات جمركية وتخفيضات في أمورات أخرين باش نقوي ونديو من عندهم لو سافوار فير نتاعهم، خاصة في مجال التكستيل وفي مجال بعض الصناعات والصناعات التحويلية وكذلك في الزراعة، وهما يديو من عندنا بيان سور الإمكانيات اكسترا. المعاونة ماشي غير بالدراهم، المعاونة بالدراهم ما تجيب والو في الحقيقة، لأنه احتمل الوضع حاليا في تونس. سمعت الخطاب الأخر تاع قيس سعيد، أنا جي فيليسيتي قيس سعيد كي حبس الدستور تاعو. وش يا قيس سعيد مالوريزمون ما عندوش تجربة وحنكة سياسية كبيرة، على هذه أو مخلي الأمور قاعدة تتعفن عنده، لأنه اللي يتخذ إجراءات كما تقي السعيد لازم يضرب بضربة حديدية الأحزاب الإسلامية. يعني النهضة هذه يهز تاع النهضة يديه للحبس، يهز يدي ربهم بكل الحبس، ياريت الدنيا بكل قانون الطوارئ ويمشي القوانين تاعه هو، وحزب ما يهضر وطبقة عمالية ما تهضر، بس هادو قاع اللي قاعدين يهضروا قاعدين يكسروا في الديناميك تونيزيان. نيجي انا نمد 300 مليون لامبيي اللي انا اصلا ما عنديش ثقه في لا ستابيليتي بوليتيك نتاعو، شكون يرمبورسيني غدوه؟